ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندق؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكوا ايه بس؟ اسلمكوا ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكوا كان هنا. تقعد تقول لي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم ثلاثة بيت جدكوا كان هنا. ازاي بس يا عم بندق؟ ده اسم. اسم؟ ايوه، قبل ما يكون اسم كان بيت جدكوا. هو بصراحه مش بيت جدكوا، ده كان بيت جد جدكوا، وبعد كده كان في وقف. الحكومه بقى رفعت قضيه كسبت الوقف ده، قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهوله يطلع لمؤاخذه اسم. لا، واحنا كمان مطلوب القبض علينا. شوفي سخريه القدر. طب معلش يا عم بندق، الاوضه السحريه اللي موجوده في المجله انهي اوضه؟ ايوه، اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بير السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعسلكوا بقى الموضوع ده. يقعد تتحبس يا. السلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه، خد انت عايز. انت تشرب سيجاره مثلا؟ خد اتفضل. ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجه. حاجه ايه؟ دلوقتي الاسم ده في سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى في اوضه، الاوضه دي بتاعت ايه؟ وبتسال ليه؟ لا اصل انا كنت بدور على حاجه جار جديد، وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحه. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجاره تانية. ايه؟ لا الصراحه انا كان ليا مصلحه في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنه وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عم بنهزر معاك، خد سيجاره ثالثه. ايه؟ طب الاوضه بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز؟ الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبه وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه، يا بنتي دي كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين، والتستر على مجرم كده اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما راجلك الكبير شعره يبقى رزي اعرفي ان ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اختشوا، انما بيات عندي؟ لا، انا قلت لا. اذا عوزتوا اي حاجه بقى ابقى كلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق. خلاص؟ مش موافق. قصروا بيا في اي حاجه ثانيه، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نروح في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا انا، عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان ايه؟ انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. غلطه اللي بتتكلم بيها دي، شوف شوف شبك يا. ردش ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته؟ انا جوعت اعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود، الحجز؟ حظ ذكر. معلش بقى ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا. هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين؟ يالا على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله. محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه؟ احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكره ايه؟ بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي. حرام جريني جريني. حرامي. ما تجيبش معايا. حرامي. الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي. تسرق قدام الاسم يا فاجر؟ لا لا لا، ده بيهرج. 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 تسرق واحد قد ابوك يا جبان؟ جريني. جريني. خد اسحبه. ابو ده بيلعب. هخش استنى. فين السندوتشات؟ اهي.
اسحبه يا شويش. اسحبه ايه؟ لا بلاش الحاجز ابو دهبي. ابو دهبي ما تسيبنيش يا ابو دهبي. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحاجز لا. ارامي المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب ادخل. صباح كده يا باشا. مالك يا ابني ديك بتترعش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حواجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي مفاجئه. يعني ايه مفاجئه يا ابني؟ احنا في مدرسه. بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسيش ترشوهم. سامعني؟ وكلم قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. روح عند اهلهم. ماشي؟ حالة. بس اخرهم 10 دقايق لما اكل لقمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالامم المتحده. دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا 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 بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب. هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير. انا عشت مع انا في اسكندريه. كانت تبيع بقلافه على الامه وكانت عايشه مع جده الخواجه كرياكوس. ده اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسة بيف استراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. Viva España, alzad los brazos, hijos del Evo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria, que supo surgir sobre el azul del mar, el caminar del sol. وجيتك من آخر لبنان مسلوب بالفكر وتمع. أنا ما هاجش توكان. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك أنا المترجمة. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه؟ كنا ذبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش رايك بس باري يا بودوكا فارتنا ربوتي زي هاف فيكيشن. بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ستي كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مأمور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا نيامانتي نويفو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاسكس بوري يا خاتشو بس ما تريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا فيسكي. عينيا حاضر فندم عينيا. يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شراوي. عينيا عينيا. اجورتسيلي بامدوري. وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب. هو انا تلميذات؟ عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. اتفضل يا اساتذه. خليك مامور انت مامور. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل كده اهو كده اهو. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده. اتفضل يا فندم اتفضل. دي الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا. اتفضل يا فندم اتفضل. دول يا فندم الاوضتين. أوضة لحجز الرجال وأوضة لحجز السيدات.
بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في الاسم تحت السلم. لا يا فندم، طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس، عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز لا بوليسيه هنا امورس بيروز. هنعمل ايه في المصيبه دي؟ بيقول لك اوضتين، فين الاوضه اللي فيها الفلوس فيهم؟ ده كله سبب الزفت عم بندق، ما بيقولش الحاجه على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقده في المزمار. منشار حلو المزمار، مش مشكله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والاوضتين اهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجه يا فندم؟ لا لا، هم بس مستغربين يعني انتوا فاصلين الرجال عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحب حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكاز جز بيز كورس باري وي جو فينيش ميشن فيرست. هنخش الميشن فيرست، يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت امرك يا فندم. يا عمران يا فندم افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانة ولا في العيد؟ ايه رأي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الأمم المتحدة إن المساجين بتوعنا عايشين عيشة زي الفل. مأمورات دي اشتغالات، فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهادة لله يا فندم الكذب خيبة. اللي أنت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهاردة هم شوية البالونات. عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنة وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كأنه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا حسين ده يا فندم. وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينة. إن شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جاية هنبني 3 حجوزات. وكل حجز قدامه جنينة عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتين كلتن باخسن بس ما تريتس كتن. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانة خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتأكد ان العدد مناسب للزنزانة. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزة بقى كمان في السجن عندنا يا فندم، احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. listen to me listen to me stand up. بعد اذنك يا رجالة هنطلع بره شوية عشان المقاسات بس. استنى استنى استنى، يطلع بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العداله. دحو احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. وي هاف تو ليف. يا سعاده البيت، دول عصابه النجوم. عصابه نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحده. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه؟ امم متحده تبني لي ايه يا سعاده البيت؟ دول عصابه النجوم وانا حاسبه ساعتك اهو. اتفضل يا سعادتك بيه. واهو بتعمل ايه متخلف؟ دي دقني بجد. الواد ده اسمه هاني يا سعادتك بيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفيه، وده فعلا اسمه هاني، حتى ده برنامج هاني في الزنزانه. هاني في الزنزانه، هاني في الزنزانه، ده في ايده جراب جواه قباب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفه بقى لحضره المأمور يا جماعه. بس هنا بس هنا نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. ايه يا بيدي؟ أمم متحدة؟ حد قال لحضراتكم إن أنا خريج شرطة تعليم مفتوح؟ ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر. وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. أنا أعمل معاك واجب بقى. أصورك وش وجنب. ملك وكتابة. أيوه لطيف ملك وكتابة. ودي لزمايلك إصابة النجوم. ان شاء الله يتحكم عليهم ب 100 سنه سينما. ايوه احزاي يا اختي. عمران يا فندم انت العيال دي. حاضر يا فندم. اتفضل تمام. انت اهي اهي اخويا. اتفضل خش يا حبيبي. اتفضل خش. رايح فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع انت. عمران ليه؟ ادخل انت. عمران ادخل جوه. خليك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتولي المعبور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم، خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطة؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم
يا باشا ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لمؤاخذه ما حدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضره الضابط حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضيه؟ اولا شروع في قتل الفنانه هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش قول ان شاء الله. يا حضره الضابط انا عايزه اعترف على نفسي، انا السبب في كل ده، انا اللي رجرجتهم ورايا. رجرجتهم whatever ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. مين اللي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. بس يا سيف انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط هاني واطي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري سوري. او وات ايفر هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي تعال خده. استنى استنى طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا، تاج وكل اللي انت عايزه. عيني يلا خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا مين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميلة جميلة حلوة، الولاد يفرحوا بها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ امال احنا شيل البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلدية هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانة. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى اقعد انت اهو اتلقح هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه انت سمعت؟ ايوه انت لسه عم يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلقح هنا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تصدق انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك طالع اللي في جيبك. يلا امني طالع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه و... اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده يا اختي؟ جميله عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت اهو اتلقح هنا. شوف بقيت معلم. السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي يلا. يلا. انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا. يا الف اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ هتونسوني. ايش مسيرة ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. هذا ضاحي. ايوه يا معلم. حسين ونسي الجهاز معاك. والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك. حاضر يا معلم حسين.
أنا أسمع عن جزمة 40 جزمة 45 لكن 145 والله ما شفت. وأجي أمسك الفردة الأولانية ألاقي فيها واحدة ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانية مأجرها للطلبة المغتربين. ده أنت طلعت مسخة بقى وبتمسح الجزم. اخلص أنت والطاري اللي معاك. طاري؟ أنا ما بقتش طاري. لعلمك أنا دخلت إسام أكتر منك. سيف الطيب مات وأنتوا اللي قتلتوه. من النهاردة أنا ما اسميش سيف. من اسمك إيه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا ربع عيالك، ربع عيالك. تتحداني يا ضحي؟ ها تتحداني؟ اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما انا اللي هبدا يبقى اللعب على الاب وعلى الام وعلى المشرحه. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجاله، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطه. موافقين؟ موافقين. ابدا يا معلم سيف. ابدا. ابدا. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة. كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. أيوة. ابدأ يا مسيف. حاج سعيد أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالمونت أنت. سيف. ماشي. ابدأ. أبيك عامية. 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 عشرين سنة. مية
120 سنة. استغفر الله العظيم يا رب. 120 سنة. خلاص يا عم الحاج بقى 120 سنة 160 سنة ما تخوتناش. هنفضل هنا 120 سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. 120 ناقص 5 بكام؟ ليه؟ 120 سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا قعدناهم، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم 120 سنة. 120 سنة. بس أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة، هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة. احنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية. بس مفيش حد هنا معاه ولا بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أياته حاجة. إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة محدش قال لي هات الولاعة، ما أنتوا شايفيني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه اصلا انذار هنا؟ وحتى لو فيه انذار مين اللي قال لك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا حسين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه ومش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعه صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارنا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى، من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربية الإسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ارجع ايه؟ ارجع للمواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتورة؟ معلش ما عدى اسبوع. اه لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكة دي ليه؟ حلوة السكة تعالى. حلوة ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي؟ يا سيدي ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتذبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضاحي، بس يا ضاحي. يا نازله بقى تقعد. بس يا ضاحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلونيا بعديها على طول. عشان اللي انت عايش. سيف صادق هذا حق. اهو. افندم. هاني شاكر محمد فؤاد. انت اوبر تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد. ضاحي محمد منير. وري اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حاج؟ بص منه هو جاي وفي عين الشر. يلا طه اهو. 120 سنه. ايه 20 سنة نيلي؟ عم بالراحة نيلي. انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت. بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع السجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور؟ لا لسه يا حبيبي، في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو الدهب ابو الدهب ربنا يكرمك ابو الدهب. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. اظن انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. اتفضل المجله اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بتعمل المؤاخذه اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا وما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمك يا نيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكوا كلكم. اسفه ده يا عسل.
انا قاعد دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح انا ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي، اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبلانيني في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زماري غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده، انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ اه حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. آه شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه، استحمى، انضف، اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتي. واعرفك ازاي انا ضحي؟ اعرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه، انا الحشرات الزاحفه بتاكل في عظمي. خليها خليها تاكلك. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتي. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا هفهمكوا هناك. يلا.